أوديولابي، شارك المعرفة. السلام عليكم أيها الرائعون، بداية ندعوكم للاشتراك في قناة أوديولابي وتحميل تطبيقنا للاستماع إلى أروع المقالات، ملخصات الكتب والتوكيدات، ولا تنسى اللايك. كيف تجذب ما تريد في وقت قياسي؟ إليك أيها الرائع 10 كتب مدهشة عن قانون الجذب. قانون الجذب هو قانون كوني شهير، ويعني أن ظروفنا الحالية أو ما توصلنا إليه إلى الآن هو ناتج لأفكارنا في الماضي، وأن أفكارنا الحالية هي التي تصنع مستقبلنا. بالأحرى يقول القانون أن قوة أفكار المرء لها خاصية جذب كبيرة جداً، فكلما فكرت في أشياء أو مواقف سلبية اجتذبتها إليك، وكلما فكرت أو حلمت أو تمنيت وتخيلت كل شيء جميل وجيد ورائع تريد أن تصبح عليه أو تقتنيه في حياتك، فإن قوة هذه الأفكار الصادرة من العقل البشري تجتذب إليها كل ما يتمناه المرء. ولمزيد التعرف على قانون الجذب وتطبيقاته الفعالة، رشحنا لكم أكثر الكتب فاعلية وأفضلها على الإطلاق تتحدث عن قانون الجذب، وتعلمنا أهم الأساليب والتطبيقات التي يجب أن نعتمد عليها لنفعل هذا القانون ونحقق من خلاله كل ما نريده. يمكنكم أيها الرائعون تحميل هذه الكتب مجاناً عبر الرابط في مربع الوصف. الكتاب الأول، كتاب قانون الجذب، السر وراء السر، لمايكل جيلوزيي. هل سبق أن لاحظت أن ما تحتاجه قد يحدث بالفعل؟ أو قد يأتيك من مكالمة هاتفية مفاجئة؟ أو هل اصطدمت في الشارع بشخص كنت تفكر فيه للتو؟ ربما قابلت العميل أو شريك الحياة المثالي بمحض الصدفة، أو من خلال الذهاب إلى المكان المناسب في الوقت المناسب. كل هذه التجارب هي بمثابة دليل على وجود قانون الجذب في حياتك. هل سمعت عن هؤلاء الذين يجدون أنفسهم واقعين في علاقات فاشلة مرة بعد مرة، وهم يتذمرون دوماً من انجذابهم لنفس النوع من العلاقات؟ إن قانون الجذب موجود في حياتهم أيضاً. إنما يحاول لوزيي قوله في هذا الكتاب ليس كيفية أن تكون شخصاً يجذب الأشياء، فهذا أمر مفروغ منه، وإنما يعلمك بلغة سهلة ومبسطة كيف تنتقي ما تجذبه، وتجذب كل ما تريده في الحياة وتتجنب جذب ما لا تريده. وهذا الكتاب لا يحوي مجرد كلمات أو أقاويل رنانة، بل هو عملي ويقوم على منطق علمي مقنع وعميق وقابل للاستيعاب. الكتاب الثاني، كتاب السر، لروندا بايرن. من منا لم يسمع بهذا الكتاب الشهير السر؟ الكتاب الذي يعد من أكثر الكتب مبيعاً في العالم، فقد اقتربت عدد النسخ التي بيعت منه من 22 مليون نسخة، كما ترجم إلى أكثر من 45 لغة. فهذا السر سيمنحك كل ما تريده، كما سيؤمن لك السعادة والصحة والثروة. سعت الكاتبة إلى التعريف بقانون الجذب بأسلوب بسيط ومثير يجلب القارئ، كما أنه ضم العديد من الشهادات والقصص الحقيقية للكثير من الأشخاص الناجحين الذين جربوا قانون الجذب في حياتهم، سواء عن طريق تطبيقه أو تلقائياً. اقرأ الكتاب وسيعلمك الكثير عن الجذب حتماً. الكتاب الثالث، كتاب المال وقانون الجذب، لإستر وجيري هيكس. ألفت إستر هيكس ما يقارب 300 كتاب عن قانون الجذب، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا من أروع ما يمكنك أن تقرأ عن هذا الموضوع، يوضح بأن أكثر المواضيع تأثراً بشكل مستمر بقانون الجذب هما السعادة الجسدية والمالية. يلقي هذا الكتاب الضوء على كل جانب من الجوانب المهمة في تجربتك الحياتية، ثم يقودك نحو تحكم الإبداع الواعي بكل مظهر من مظاهر حياتك. وقد كتب من أجل أن يجعلك تنحاز عمداً للقانون الأكثر فعالية في الكون، قانون الجذب، وهكذا بمقدورك أن تجعله ذو فائدة وتستغله أفضل استغلال. الكتاب الرابع، سوف تراه عندما تؤمن به، لوين داير. يمكنني أن أقول باختصار أن هذا الكتاب من أروع ما كتب الراحل وين داير،
فبعد انتهائك من قراءته ستجد حياة جديدة بانتظارك. يأخذنا الكاتب في كتابه سوف تراه عندما تؤمن به إلى آفاق جديدة للإدراك الذاتي. إنه يوضح أن بإمكانك توجيه مسار حياتك من خلال تفجير القوة الهائلة التي تكمن بداخلك، فيقول إن أي إبداع أو إنجاز نحققه يبدأ بفكرة أو رؤية أو خيال ذهني، ثم تطبق هذه الفكرة بطريقة ما لتصنع واقعاً رائعاً ونتيجة مثالية. كل ذلك يمكن تلخيصه في عبارة واحدة، وهي أنك مغناطيس للأهداف. يمكنك قراءة هذا المقال بتفاصيل أكثر عبر audiolab.blog. الكتاب الخامس، تطبيق قانون الجذب لدينا دافيس. سعت المؤلفة من خلال كتابها هذا إلى تحفيز القارئ وتمكينه من تحويل حياته من حياة شقاء وقلة وفرة إلى حياة رخاء ونجاح. في هذا الكتاب تتقاسم دافيس معكم العلم والاستراتيجية والأسرار الخاصة بتحقيق الحياة المثالية باستخدام المفتاح الكوني نحو النجاح والمسمى بقانون الجذب. يجمع هذا المرشد البسيط ما بين أحداث الأبحاث والتقنية العملية والصياغة المرحة الخفيفة، ويمكن قراءته كمحادثة حميمة مع صديق مقرب، وهو ينقل ممارسات مجربة تؤدي إلى تغييرات هائلة ونتائج حقيقية. الكتاب السادس، تريده تصور ستحصل عليه لجيني غراهام سكوت. هذا الكتاب عملي ورائع حقاً، إذ يحتوي على العديد من تمرينات تفعيل قانون الجذب، وذلك من خلال استغلال قوانا الكامنة في استخدام توجيه تريده تصور ستحصل عليه، وهي قدرتك الإبداعية الحدسية وقوة التخيل أو التصور العقلي. فهذا الكتاب يضع في الاعتبار ما تريد تحقيقه بشكل عام، بما في ذلك الأهداف في العمل أو في حياتك الشخصية، كتحسين صحتك أو إيجاد المزيد من المتعة والمرح. في الواقع مهما يكون ما تريده أو تصبو إليه أو تسعى جاهداً للحصول عليه، فإن التمرينات التي ستجدها في الكتاب ستكون في غاية الفعالية. الكتاب السابع، كتاب قوة عقلك الباطن لجوزيف ميرفي. يعمل قانون الجذب من خلال قوة العقل العجيبة، وهذا ما يحاول إبلاغه لنا جوزيف ميرفي، صاحب أقوى كتاب في التطوير الذاتي على الإطلاق، حيث يعتبر كتاب قوة عقلك الباطن مرجعاً أساسياً وشاملاً في هذا المجال. وفيه يعرفك الكتاب بحدود قدراتك والأشياء العظيمة التي بإمكانك تحقيقها إذا آمنت بقوة عقلك الباطن وعرفت تحديداً كيفية استغلالها أفضل استغلال. باختصار، سيكون هذا الكتاب نقطة تحول عظيمة في حياتك. كيف تصبح مغناطيساً للمال؟ لماري كلير كارلايل. هل تعمل بجد فقط لتغطي احتياجاتك من المال؟ هل تقوم بشكل غير واع بإعاقة فرصك في الحصول على المزيد من المال؟ هل ترغب في الحصول على علاقة عظيمة مع المال وتشعر بشعور رائع تجاه الأثرياء في حياتك؟ إذن تحمل مسؤولية مقدار المال الموجود في حياتك، وقرر أن تصبح مغناطيساً للمال الآن. سيساعدك كتاب كيف تصبح مغناطيساً للمال على تغيير الطريقة التي تشعر بها حيال المال، مما سيسمح لك بجذب المزيد منه بسهولة ومن دون معاناة. تقدم المؤلف الخطوات السبع الأساسية لتصبح مغناطيساً للمال. اقرأ الكتاب وشاركنا الانطباعات. الكتاب التاسع، الشفرة السرية للنجاح لنوان سانت جون. أجمل ما في قصة حياة نوان سانت أنه قبل أن يصبح متحدثاً مطلوباً على المستوى العالمي ومؤلفاً لأشهر كتب التطوير الذاتي، فإنه عمل ناديلاً وسكرتيراً وبائع تجزئة ومدير منزل وراقص بالي محترف. هذه التجارب ساعدت نوا على إدراك أن السر الحقيقي وراء النجاح لا يكمن في التعليم مرتفع التكاليف ولا في وسائل النجاح التقليدية. سوف يعلمك في هذا الكتاب وصفته للنجاح،
أي الشفرة السرية التي ستكتشفها عند قراءتك لهذا الكتاب. الكتاب العاشر، كتاب الدوامة لإستر وجيري هيكس. يتحدث هذا الكتاب عن قانون جذب العلاقات التي تريدها في حياتك، حيث يقول الكاتبان: إن رغبتنا هي أن تختبر التقدير المعزز لكوكبك ولجسدك ولعائلتك وأصدقائك وأعدائك وحكومتك وأنظمتك وطعامك وأمورك المالية وحيواناتك وعملك ولعابك وأهدافك ومصادرك وروحك وماضيك ومستقبلك وحاضرك. ليس الهدف من هذا الكتاب مساعدتك وحسب على تذكر عملية الخلق وتذكر منصة الطاقة الإيجابية والنقية التي أتيت منها، بل مساعدتك أيضاً على تذكر قوة هذه الدوامة وتذكيرك بنظام التوجيه العاطفي، بحيث تستطيع على نحو واعي ومتعمد تحقيق التردد الاهتزازي لدوامتك، أي جذب كل من يتوافق مع ذبذباتك. استمع إلى هذا المقال الصوتي عبر تطبيق أوديولابي، كما يمكنك قراءته بتفاصيل أكثر عبر أوديولابي.blog.